اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير ويكم مصر في مقطع جديد وان شاء الله عجبكم. اوكي شباب، طبعا عجبكم سلسلة جديدة اوكي من سلسلة البقاء. طبعا ذيك السلسلة لقيت لي صارت مشكلة بالحاسبة وراحت الفيديوهات فما قدرت انتج يعني بقيت من الفيديوهات يعني ما عندي فيديوهات، فقررت ابدا سلسلة جديدة. بس هالمرة دخلت سيرفر مودد اوكي ضرب اثنين سيرفر فانيلا، بس ضرب اثنين يعني ماكو اي فرق، بس تجميع مورد اسهل لان تعرفون انا بوحدي جاي العب فاواجه صعوبة تجميع مورد وما بيحل جمع، فيبقى هذا السيرفر شوي احسن يعني راح نجيب اسلحة بسرعة. يعني هو مو ايزي ايزي انا ما يعني اسهل اوكي. فكتبونا بالتعليقات ايش رايكم بالمونتاج اللي بالحلقة الماضية، يعني تمام لو يعني ما ادري لو طلعتكم اياه، لو تريدون ما طلعتكم اصلا يعني بس البي بي بي في اول الرايدات، فكتبونا بالتعليقات. فهسه المهم راح نفتح الخريطة، تقولون هسه نفتح الخريطة اوكي. هذا الشوب شي يبيع اوكي، بس ارمو يبيع هذا اوكي، يبيع ريفولفر تمام، هذا شي يبيع ماشي خايسة اوكي، هذا يريد سيمي مقابل هاي كواليتي يعني هو يشتري هو ما يبيع. فيب طبعا صار الدنيا الليل، فراح اجمع شوية موارد حصل شوية موارد اوكي. مثل ما قلت لكم طبعا شوف في مارين كلوف سيرفر شوي يعني بالمورد ايزي اوكي. طبعا ناخذ من جواه صنايع صنايع من جوا، لازم ان كان الصنايع السوبر ماركت لازم نشوف نستنى حتى اسوي له اروات شوي ولا شوي ولا شوي ولا شوي ولا شوي ولا لا غير 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 سوينا هيرمت احتمال يكونون مدرعين بس يلا اوكي. هم 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 يبرموا عليه بارو طيب، بس لازم يقصون يعني هسه انا يعني ما يقصوش حتى سبير ما سويت استنى استنى طبعا راح تنكسر تورش ولا هسه ما لقيت ستوناي اوكي يمكن هاي ستوناي والله اوكي نجرب حظنا ايش اوكي سوي. اوكي طبعا حاليا ما احتاج ذاك الستوند هواي، بس سوي هاتشت اوكي والباقي سوي بالاروات كيما راح احتاج ستوند هواي حاليا يعني بعدني ما مقرر ابني بيت وين، بس على اكثر يعني راح ابني بيت هنا اوكي، لان هنا الشوبوت يمي والستلايت ديش يمي وشوارع هواي يمي فيب موقع هون على الأرض إن شاء الله. أوكي هسه تمام نكتب هذا هسه وضعنا تمام، هسه راح أروح أحاول أطلع الشارع حتى أجمع شوي سكراب أوكي، بعدها راح تشيك المنطقة اللي أريد أبني بيها أني وراها نروح نبني. يبقى عندنا الشارع طبعا شو اشوف دي هي الخراب الوضع حتى فكر اوكي نايس نايس
اوكي هذا بيت مسوي. يا رب عاد يجيب لي شيء. اوكي خلاص شو سايكل شوية بعد راح اجمع خشب اسوي رو وراها نروح نبني بيت وراح نبني الارض عش اتصور هنا أنا اللي يعني الكرافت نص الوقت يعني مو مثل ال اوكي ناخذ هسه يعني العفو الكراب اتصور الكرافت يعني هنا نص الوقت يعني شلون بيكون مثلا يعني ما ليش احس ذاك البيت فاضي ولا ما ادري ذاك ورك بنش اوكي يعني مثلا فرضا انت هسه جاي تكرفت فالبو يحتاج مثلا اربع فرضا يعني ما ادري وش قد يحتاج بس فرضا يحتاج 14 ثانية اوكي هنا انا اقل هسه سبع ثواني ما ادري اوكي والله شباب راح نحتاج وقت 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 كل شيء وقت هواي حتى اوكي هسه انا خليني ايش معاه هنا اوكي شرب ولف ثانكس بيبي جبنا ستون اوكي 700 اوكي ذاك حصان ابو لي واحد شلون شوية زيادة حتى سوينا بيت معلق 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 طبعا جاي اضرب من بعيد خراب يومك كلش زري وصعب يعني صار لي فترة كلش صغيرة ملاعب 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 يعني من فترة صارت مشكلة الانترنت بالعراق يعني ما العب اللعبة هواية اصلا قررت اترك اللعبة بس اوكي صار عندي تقريبا 5000 ستون خلينا نجمع فد 2000 خشب حتى ما تطول كبرد ولا سوي نبض اوكي طبعا قلت راح ابني بالار 11 ونروح للار 11 سوي تول كبرد بس ما اعطوني هون ما ادري ايش
في لوك سالفة مش زينة مش زينة. خلنا نفول دمي لا بعدين انقتل. طبعا جاي اير دروب بس ما راح اقدر اروح له. شت كذا كتب بس خلبني البيت وبعدين نقتله. What the fuck؟ لا مو سالفة هاي. وين ما اريد ابني اي بيت. والله ايش سالفة. المهم راح ابني هنا مؤقتا وبعدين اذا اصلا مؤقت هو اكيد ايش خلي بي تاوي لا مو وقتك خرب يومك. مين يقدر يصعد؟ وات ذا فوك. لا راح يقتلني. ما مسوي سرير. لا والله نسيت. والله ذكرني سوي سرير. اوكي سوي سرير مالي انا مؤقتا بين سرير سرير. راح اقدر العب هسه اذا ما استكشفت المنطقة. شيت شنو هذا؟ وات ذا فوك شنو هذا؟ اوكي ما ادري ذاك الشيء. ثانكس. سوي لي سرير ثاني. اوكي شيت نقل شات. طبعا السالفة اوجع صعد صاير نوب كلش. اني نوب اي نوب اي نوب صاير بوت. نايس كراب. ثواني بس خل اسوي لي فرنس. اوكي اوكي طبعا خليه هيك شي راح اضل متردد. سالفه طوله خليه هنا
اوكي ارسل فيه شوي وبعدين نرجع. يا دوب ما ذكرت له ولا كذاك واحد اشاره ثواني اشوفك سمير بس انت لا تشوفني. لا وات ذا فوك شت ذا فوك اب شت ذا فوك اب وات ذا فوك. وقتك والله مو وقتك خرب لي. لا ريلي فاك يو ريت كده انت مره ثانيه. احاول ارجع بالكتل يا بالكتل القاهو فيها جتي بعد ما تم لحسي كهو سين من الله بيضها تشوتي. اوكي طبعا ذاكرة خلنا ننساه وخلنا نرجع نجمع موارد. يا بيبي طبعا ايمي بالبو ما ادري شلون صاير. اوكي اللي يضرب كل شوي بعيد ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري والله تحديدي نزين البو ما ادري شنو ما ادري انا صاير لو سوبر ما يعرف يلعب شي يقول قاعد هذا اللي بيترجع لك ارجع لك. اين تفرون؟ ساكمان الورا باب شي تمتل مدري 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 ايش يقول مدري هو مدري جيناني مدري طبعا هنا كل هذا طبعا جت الهيلي فخلنا نمشي درايتنا ونطفر. اوكي كرافت ورك رينج اوكي
والله نايس يا قنبل هيلي. نايس 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 نايس. طبعا ما راح اخلينا كبير ثاني. نقول بسم الله نجرب حظنا. جميل كذا دخل الزبل. جمعنا شوية خشب هذا شو يسوي بعد. طبعا شو راح يسوي سوني القام اوكي، وراح اروح اسوي يوكا اوكي، واسوي طلقات حجرية، واروح اريد هذا البيت الخشب اللي هناك اوكي. بلكت القى بي بيكاكس حتى استنسخه واكمل اريد الشوب اللي شفناه من البداية. اوكي شباب، طبعا سويت كم طلقه اوكي، سويت هدوم حتى الحمايه الاكثر تصير شويه، وسويت سيف ويوكا سيف شباب سيف. اوه شت شباب اوكي، راح ريد يا حبيبي. طبعا ما ادري اول بيت ريد بهذا السيرفر احتوى مودد اوكي، مودد شنو مدد، فاحتمال يعني واحد داخل هيك بانيه وطالع، فمدري فان شاء الله نلقى بيه. حتى لو اريد بس مجرد بيكاكس حتى اكمل، اروح اكمل ريد على ذاك الشوب، بس انسى راح اكمل ريد على ذاك الشوب اوكي. شوفون علينا فيب ثواني بدنا بس خل افتح الصندوق شوي اتاكد بشي زين اوكي. نايس بيتك اوكي فيلا نبدي ونسم بسم الله. طبعا ما ادري جبت كم طلقات، انا كيف بعد طلقات زياده اوكي دقائق بس. يلا نقول بسم الله. اخوي ثاني مباح هيك ما كحت ليش ما ادري والله، بس يلا بكيت نقي عند الوت. والله السالفة ما تبشر بخير. انا مو قلت لكم السالفة ما تبشر بخير. عالم بطرانة تدخل تبني لها بيت وتطلع. لا 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 هي صفار
فا اوكي شباب، طبعا مثل ما تشوفون طبعا راح جمعت سود وسويت سبيرات وكويه، بس ايش راح اسوي هسه؟ راح احول السبيرات لهذا السبير ستون. اوكي لان هذا الدمج ماله تقريبا ضعف هذا الدمج بالضبط. اوكي فبما انه انا عندي ستون زياده اوكي وعندي كلوث زياده، فراح احوله لان هذا الدمج ماله تقريبا اعتال هذا الدمج ماله. وبما انه اديني الليل انا راح استغل هاي الفرصه، طبعا اعطي خشب شوي اذا حد اوسد، راح استغل هاي الفرصه وراح اروح اريده هسه. اوكي لان الدنيا ليل ما حد ما راح ينتبه علي، او بالاحرى يعني الدرعين ما راح يطلعون هوايه. يب راح انتهز هاي الفرصه وراح اروح يعني اروح اريده. اوكي يا شباب طبعا وصلنا للجدار. اوكي مثل ما تشوفون طبعا الجدار يدمج، اوكي يدمج اثنين اثنين، بس السبير بنفس الشدة يدمج بسرعة، بس مو مشكلة انا عندي سبيرات هواية وانا محسب ماشي. اوكي شباب طبعا مثل ما تشوفون طبعا تقريبا هسه بالضبط بهالسبيرات صرفتهن بالضبط تقريبا نزلت حوالي النص. اوكي تقريبا يعني نزلت النص، فراح اجمع شويه خشب النوب حتى ارجع طبعا اخذ السبيرات من ما يفيدني. لا هو البيت هذا يعني انا دخلت من زمان، دخلت تشيكت السيرفر طلعت. اوكي فكان يعني كان عارض هو الشيف والهس وات ذا فاك، شنو فاونديشن خشب. اوكي ويحتمل ما ادري ايش راح اسوي فاونديشن جوا خشب. اوكي والهسه عرض، فاحتمال يعني ما دخل من ذاك الوقت الهسه دخل. اذا هاي خليت بيها شت والله جت تاخذ هو انه ولا فين شو ينسوا شت تاخذ هي عرفت. ايش رايكم نجرب؟ بس كون هذا الريد ما يروح كله بلاش، يا رب ما يروح شت. اوكي شفتهم والله كم واحد؟ اثنين. اوكي مو مشكلة مو مشكلة صراحة. لا 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 طبعا ما كان كلش خرا فاك دون المرض فاك بوي. هذا الريد بيس مالتهم يا مشكلة. هم اثنين يا اخي، هم اثنين يعني اثنين بس. اوكي هيدشوت غلطت
لما سواطع الشين على البشتة. اوح راح يقتلني قتلني شتى فاك جي جي ميك جود جاب بوي دام جود جاب بو 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 سليب شتى فاك حتى هذا النيكيد قتلني طوان الله تاخذه بجيل انت بضل واحد بسيارة راح يقتلني لا مدر فكر عاش دي فديته كتني اخذ لوتي حلو سوى لها ريسايكل رجعت كذا انت واخذته تعال 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 اشتري ثواني ثواني خليني راح اشتري الريفولفر كي وات ذا فاك شنو الشوب شنو الشوب يا اخي والله انا خاف لو بعدين ينقتل والله كفو خال ورك ما يجي هنا مرتب يسحب مشكلات والله عندكم اشياء ثواني اشتري ال اشتري الريفولفر عنده مين كان نايس اشتري الميديك منه ثواني اشتري مين كان اشتري الهاتشت حاير ما ادري اشتري مين كان اوكي الله جي جي الله جي جي اوكي طبعا بيت دي كي نايس جي جي واخيرا طبعا بيت جبنا ريفولفر جبنا المدق 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 شلون راح ابغى احس انا اذا كرفت اوكي تكرفت ما اشوف شي ما اشوف شي اوكي جيب السكراب والله يرد على السكرابات شوي ونات حتى نسنسخ الريفولفر ونسوي الريسيرش ها انا الريسيرش ما عندي الريسيرش تعبان والله 1 2 3 4 5 اوكي جايز طبعا اجى الصبح فراح اسوي ريسايكل واجمع شويه موارد بالكت عسى ولا اجيب سكراب حتى اسوي الاله مال ريسيرش اوكي هنا عندي لا خليهم مثل ضيف جديد انا مو نسخ الريفولفر والميديك اوكي طبعا مايك ما ادري يمكن طلع صوت صوت شنو يمكن صوت مزعج ما ادري لان المايك كلش كان قريب ما تصرح اني ذيك ذاك السكراب يعني واو اوكي ما هذول موجودين اونلاين والله بس خلاص نسخ الريفولفر راح يكون دقه ما اوكي الراد لي بعد تقريبا فد 100 اوه اني الراد لي ورك بنش ليفل 2 نايس جرين بوكس اوكي نايس جي جي الراد لي ورك بنش ليفل 2
يبي الرد لي سكراب شوية زيادة لأن حتى مو بس نسخ ريفولف أسوي ريفولف مش اللي قلتوه. طبعا لسه حسوي ريفولف وراح أروح للدوم. أوكي حتى لو تابل كتني دي هناك مواد شوية زينة. سأجيب نشكرا لنا ثاني 50. اوكي كرفت الاردر ريسيرش. اوكي اقدر اسنسخ ريفولفر. طبعا ريفولفر ما راح اسنسخ طلقة السين عندي لان طلقة كافيات. هسه نروح للدوم. يلا هذا الدوم. فيها ايش اسمه فيس؟ What the fuck؟ ليش ما ضربت انا؟ يمكن شافني.